هل إذا دخلت المسجد أوقات النهي عن الصلاة مثل قبل صلاة المغرب صلي تحية المسجد أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني تحية المسجد في أوقات النهي هل الإنسان يعني يقدم النهي أو يقدم الأمر؟ لأن الأمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجاء النهي ثلاث أوقات نهانا أن نصلي فيهن أو ندفن فيهن موتانا. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف، والأقرب والعلم عند الله تبارك أن ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي، مثل تحية المسجد، مثل النذر، لو واحد نذر أول ما يوصل فلان بصلي ركعتين، مثل سنة الطواف، مثل سنة الوضوء، هذه كلها يسمونها ذوات أسباب. سنة ناسيها، نسيت تصلي سنة الظهر ما تذكرتها إلا بعد العصر مثلا، يعني المهم ذوات أسباب. فالأقرب والعلم عند الله أن ذوات الأسباب تؤدى، إلا إذا دخل الإنسان يعني قبيل الغروب يعني والشمس حمراء يعني تكاد تغرب، فهذا الوقت شوي يعني وقت محرم، لكن لو يقف الإنسان حتى تغيب الشمس أولى من أن يصلي إذا كان دقيقتين يعني. أما إذا كان لا عشر دقائق أو شيء قبل غروب الشمس فإنه يصلي والعلم عند الله تبارك، وما لو ما صلى ما عليه شيء، أخذ بقول الجمهور وهو أنه لا تؤدى الصلاة في مثل هذا الوقت. نعم.